هنا بيقولي العمولة 5.8 دولار. يا لهوي ده مبلغ كبير قوي. 6 دولار؟ مال 6 دولار عمولة تحويل؟ مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. هنا بيقول لي انت عايز تودع قد ايه، والحد الادنى للايداع 1 دولار و6 سنت، واقصى حد للايداع 1055 دولار. هعمل ايداع مثلا بلاش واحد، خليهم 2 دولار. هنا بقى الخيار ده مهم جدا، تم الايداع بنجاح، كلام جميل، ورصيدي اصبح انا كام؟ 14 دولار. هاجي هنا اقول له ويزدرو، سحب على التحميل. سمع معايا الرصيد فورا اهو، تمام 2735. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا اهلا بيكم. بالفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ازاي نسحب ونودع في حساب سكريل، في بنك سكريل، عن طريق الحساب البنكي بالنسبه للبنوك المصريه. والفيديو ده ان شاء الله هيكون تجربه عمليه، وهفتح معاك الحساب البنكي بتاعي وهنشوف التحويل سمع فيه ولا لا، وبيسمع بعد قد ايه. انا كنت فاتح دلوقتي تطبيق سكريل من على التليفون، مش محتاجه. تعالى كده قبل اي حاجه افتح البي ام اونلاين بتاعي، افتح حساب البنكي، تمام، ونشوف الرصيد اللي فيه قبل التحويل قد ايه وبعد التحويل هيبقى قد ايه، تمام، عشان نتاكد من عمليه التحويل سمعت ولا لا. حسابي فيه 2409 جنيه، تمام، كلام جميل. نزل التليفون دلوقتي ونرجع له تاني بعد ما نخلص عمليه السحب. طيب نشوف الاول الايداع. الايداع احنا بنودع ازاي؟ وانت واقف على الداشبورد بتختار من هنا ديبوزيت، تمام، وهنقول له ديبوزيت ناو. العمولة بتاعته 2.5%. هنا انا كنت رابط بطاقة قبل كده والبطاقة دي فاضية حاليا ما فيهاش فلوس، فهعمل هنا اد كارت. انا قلت لك في عنوان الفيديو الشحن والايداع عن طريق الحساب البنكي، ففي فيزا اللي هي بطاقة الخصم الفوري المرتبطة بالحساب البنكي دي اللي هنربطها بالموقع علشان نعمل بيها ايداع. وطبعا لما تعمل ايداع بالفيزا يبقى انت كده بالفعل بتعمل ايداع من الحساب البنكي بتاعك، كلام جميل. بتدخل الفيزا هنا، تمام، والصلاحية بتاعتها وسي في في، وعايز تحفظ البطاقة بتقول له سيف، مش عايز تحفظها ما تعلمش على سيف، وبتقول له اد كارت انت كونتينيو. هدخل انا البيانات دي دلوقتي، ادي بيانات الكارت، وادي التاريخ، وادي السي في في، وبعد كده اقول له اد كارت اند كونتينيو. ادي الفيزا، لا شكرا. هنا بيقول لي انت عايز تودع قد ايه، والحد الادنى للايداع 1 دولار و6 سنت، واقصى حد للايداع 1055 دولار. انا بالنسبه لي مش لازم نودع دلوقتي، بس هودع معاك دلوقتي 1 دولار عشان نجرب عمليه الايداع، واكد لك ان انت ممكن تشحن عن طريق الفيزا او بطاقه الخصم الفوري المرتبطه بحسابك البنكي، تمام. بص هنا كده رصيدي 12 دولار، تمام، نعمل اعاده تحميل كده لحسن تكون الصفحه مهنيجه ولا حاجه، كلام جميل. ادي 12 دولار تاني، واقول له اد كارت، البطاقه مربوطه اهي، تمام، وبعد كده ادخل السي في في بتاعها واقول له نيكست. هعمل ايداع مثلا 1 دولار، بلاش واحد، خليهم 2 دولار، تمام تمام. هنا بقى الخيار ده مهم جدا. هنا بيقول لك انت هتستخدم الفلوس دي في مواقع المقامره، طبعا هتقول له لا مش هستخدمها في المقامره، تمام، نو بالشكل ده، وبعد كده نقول له كونتينيو. بيراجع معايا عمليه الايداع وهيحط لي المبلغ صافي، هيحط لي 2 دولار صافي، والعمولة بتاعته هيخصمها زيادة اللي هي 5 سنت عن 2 دولار 5 سنت، تمام، يبقى الإجمالي 2 دولار و5 سنت. ننزل تحت شوية علشان نأكد العملية، أقول له هنا كونفيرم. هنا بعت لي كود على التليفون اللي أنا ربطه بحساب البنكي عشان نأكد العملية، ودي خطوة أمن طبعا. سبميت، تم الايداع بنجاح، كلام جميل، ورصيدي اصبح انا كام؟ 14 دولار. طيب دلوقتي بقى عايزين نتعلم خطوة السحب من موقع سكريل على الحساب البنكي مباشرة بقى، مش على الفيزا ولا على البطاقة، لا على الحساب البنكي مباشرة. هاجي هنا اقول له ويزدرو، سحب، تمام. هنا بقول لي في اكتر من طريقة، في البنك اكونت الحساب البنكي، وفي بطاقة الكريدت والديبت، وفي نطلر، تمام. انا بالنسبة لي هستخدم البنك اكونت،
هنا بيقولي العمولة 5.8 دولار. يا لهوي ده مبلغ كبير قوي. 6 دولار؟ مال 6 دولار عمولة تحويل؟ مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. مش سألتني السؤال؟ لا بس اجاوب بقى سيادتك. طبعا اجاوب سيادتك. والمبلغ ده طبعا كبير جدا، بس انت مضطر عشان تسحب على حسابك البنكي مباشرة بدون ما تستخدم اي وسيط، تمام؟ ولا ياخد منك عمولة ولا كلام من ده. وانا بقول لك اقصى قيمة ممكن ياخدها 8 دولار و12 سنت، والتحويل بياخد ممكن يوصل لحد 5 ايام. لكن لو عن طريق الكريدت او الديبت بياخد عمولة 7.5% واقصى حاجة 13 دولار، وهنا العملية دي بتاخد تقريبا 3 ايام. هتلر بقى بقول لك العمولة اقل حاجة طبعا 3.5 دولار، واقصى حاجة 13.5 دولار، تمام؟ طيب تعال نجرب كده الديبت والكريدت. انا بطلع معايا بطاقة خصم فوري، بس هجربها كده في الايه، في السحب، تمام؟ هلو اتكارت. بس خلينا احسب الاول كده 7.5 بالنسبة لل 14 دولار، هطلع كام علشان اشوف اسحب على الحساب البنكي ولا على الفيزا اللي معايا. هقول له 7.5 على 100، هو رقم ده هضربه في ال 14، هيطلع معايا $1.05. لا ده كده في فرق كبير قوي، تمام؟ طيب ادخله بقى البيانات بتاع الكارت بتاعي. ادي رقم الكارت وادي الصلاحيه، واقول له اد اند كونتينيو. ضاف الكارت، بيقول لي انت هتحول كام، والمينيمم 0 واقصى حاجه بالنسبه للرصيد اللي موجود عندي، تمام؟ الليميت هنا 13 دولار بالنسبه للرصيد اللي موجود عندي، فانا ممكن مثلا احول منهم 2 دولار اللي سحبناهم في الاخر دول، تمام؟ عشان نجرب بس، ولو نكست هيخصمهم 2 دولار و15 سنت، مش مشكله، تمام؟ واقول له كونفير. هنا بيقول لي تم بنجاح، تمام؟ طيب تعال ندخل كده على البي ام اونلاين ونشوف الرصيد سمع معانا ولا لا. احنا كان عندنا رصيد 2409، هنا ب 2400. ايه اللي حصل؟ علشان احنا اودعنا وسحبنا. طيب تعال نشوف كده العمليات. هضغط هنا على الحساب بتاعي، التحويلات المعلقه دي اخر حاجه فعلا هيت 69 جنيه، تمام؟ دي اللي هي 2 دولار، وهيبقى رصيدي بعد التحويل ده ما يسمع 2469، تمام؟ تمام. طيب تعال نشوف الحركات كده. ادي الدائن 60 جنيه، كلام جميل. طيب كده بطاقة الخصم الفوري الخاصة بالحساب البنكي نفعت وسحبت، ما فيش اي مشكلة، عملت ايداع وعملت سحب بدون ادنى مشكلة. البطاقة اللي انا بتكلم عنها هي فيزا جولد. فيزا جولد اتكلمت عنها في فيديو، هسيب لك رابط الفيديو في الوصف اسفل الفيديو ده، تمام؟ طيب خلينا بقى نشوف الطريقة بتاع الحساب البنكي، تمام؟ علشان ابديتك المعلومة كاملة. عندك ويزدرو السحب، تمام؟ وعندي البنك، كل انت بتضيفه الايبان بتاعك والسوفت كود، وتقول له كونفير، تمام؟ وتقول له اد بنك اكاونت، وبعد كده بتحط المبلغ. تعال نجرب مع بعضينا. ادي ايباني، وانت تحط برضو ايبانك، وكل واحد يخلي باله من ايبانه. وادي السوفت كود، واقول له اد بنك اكاونت، ضيف لي حساب بنكي ده، قال لي بنك ادت، تمام؟ ونفس الكلام برضو بيجيب لي الرصيد اللي عندي دلوقتي، حاليا رصيدي 11 دولار و85 سنت. بدخل المبلغ اللي انا عايز اسحبه هنا بالشكل ده، ونفرض مثلا 11 دولار. بس هنا جاب لي الارم باللون الاحمر بيقول لي ما ينفعش تسحب ال 11 دولار لان احنا العموله بتاعتنا تقريبا 6 دولار، فينفع تسحب مثلا كام؟ 5 دولار. 5 دولار، تمام؟ بالشكل ده. وبعد كده هتقول له نيكست وهياكد معاك العمليه. بس انا بالنسبه لي مش هسحب دلوقتي على الحساب البنكي لان هياخد عموله 6 دولار. ليه؟ طب ما انا في غنى عنها، ما انا اسحب على الفيزا، تمام؟ بالشكل ده. ادي الكريدت والديبت، تمام؟ وعندي الفيزا بتاعتي اللي اخرها 21 دي، اسحب عليها اللي انا خلاص ضفتها دلوقتي معاكم في الفيديو، وادخل الكمية. هقول له هنا اسحب لي يا سيدي 11 دولار، تمام؟ هو انا بيقول لي كام اقصى حد ممكن تسحبه؟ 11 دولار و2 سنت. اسحب لي 11 دولار، ونقول له نيكست. بيأكد معنا العملية، هيسحب 11 دولار و83 سنت. اوكي كونفير، تمام. وهنرجع برضو على الحساب البنكي نشوف الرصيد سمع فيه ولا لا. خلاص تم بنجاح.
ادي حساب البنكي بي ام اونلاين، مازال الرصيد زي ما هو 2400، بس ندخل على الحساب كده نشوف التحويلات المعلقة. سمع معايا اهوت في الرصيد الفعلي 2804، تمام، وجاب لي الرصيد المتاح 2735. نرجع تاني كده على التحميل، سمع معايا الرصيد فورا اهو، تمام،